درنا جي تكست حيتاش اكبر معرض كاين بوغ لو مومون في افريقيا باش نتعرفوا على لي سوسيتي اللي كاينين لي ستارت اب لي نوفيل تكنولوجي اللي كاينين وبيان سور باش يكون هذا الشيء واحد الحافز لينا باش نقدروا نعطيو اكثر كمهندسين في المستقبل ان شاء الله وباش نقدروا حتى حنا نكونوا الناس اللي يشرفوا بالبلاد في القدام ونخدموا على دي تكنولوجي ونخدموا على حوايج اللي كتهم الدومين ديالنا دونك حنا راه فرحانين و بحال هاد لي زيفيمون راه كيخليونا نكونوا مزيانين ونزيدوا بالكارير ديالنا القدام. اليوم كنتواجدوا باكبر تجمع افريقي للتكنولوجيا في مدينه مراكش جي تيكس. جينا هنايا باش نشوفوا يعني التطورات المنشوده في هذا المجال اللي هو مجال الذكاء الصناعي وما يقاربه في مجال المعلومات الى غيره. فيعني شفنا صراحه بزاف ديال الحوايج اللي خلانا نتعلموا بزاف ديال الحوايج وموتيفونا باش نعطو كثر كطلبه مهندسين.